بيان لنادي الزمالك عمل حكاية على السوشيال ميديا انه مستشفى الناس عارفين مستشفى محترم عظيم تم بناؤه بتبرعات رجال الاعمال والمصريين وبيخدم ناس كتير، انه مستشفى الناس هيتبرع لنادي الزمالك. ايه الحكاية وايه الموضوع؟ استاذ حاتم الملا المدير التنفيذي لمستشفى الناس، اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم استاذ عمرو، ازاي حضرتك؟ في البداية احب اشكر حضرتك طبعا على اتاحة الفرصة لتوضيح هذا الموقف. هو طبعا الموقف خطأ حصل في صياغة الفقرة دي في اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، ونادي الزمالك أصدر بيان بيصلح فيه هذا الخطأ حصل النهاردة بالضبط. طبعا احنا مؤتمنين على أموال التبرعات، ولا يمكن هنروح نتبرع بها لجهة تانية، لا يصح ولا يحق، وهناك جهات رقابية وهناك حوكمة وهناك مجلس إدارة وكل الكلام ده كله. فهو خطأ في الصياغة. احنا بنتبرع، احنا بنتبرع بمجهود بالإضافة للعلاج او دور مستشفى الناس كعلاج. احنا عندنا دور تاني مهم جدا، وهو التوعية. التوعية للأطفال، للشباب، للممارس الرياضة سواء هواة او محترفين. واهم قاعدة ليها، احنا بنتبرع بالموضوع بالمجهود ده من امتى؟ من 2020 بداية، مع بروتوكول مع السيد وزير الشباب والرياضة مع وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف سيادة الوزير، ونزلنا طفنا معظم مراكز الشباب من أجل التوعية بسكتة القلب أو حدوث السكتة الفجائية أو الأزمة الفجائية اللي بيتوفى بها العديد من الرياضيين. وللأسف يعني ونقدم التعازي، في حادث حصل من حوالي 3 أيام برضو للاعب في نادي بهتيم سقط فجأة من مواليد 2005. فاحنا دورنا واللي بنتبرع بيه فعلا، احنا بنتبرع توعية. عملنا البروتوكول ده مع النادي الاهلي، بنعمله في عدة نوادي. فنفس البروتوكول اللي انتوا عاملينه مع الزمالك عملتوه مع الاهلي وعدة نوادي، مش بروتوكول تبرع بالاموال ولكن بروتوكول توعية. بالظبط بالظبط. فاحنا مش عايزين نقف على الاخطاء المطبعية او صياغة خطأ. هو ايه الهدف الاول والاساسي في الاخر لمستشفى الناس؟ احنا بنواجه مرض، احنا بنحارب مرض ما بيقفش. الطفل ما ينفعش يستنى. انا عندي كل سنة في مصر بيتولد اكتر من 20,000 طفل بعيوب خلقية. احنا بنسابق الزمن وبنتحدى وبنعمل كل مجهودنا عشان نلحق اكبر عدد من هذه الاطفال. فلو سمحت يعني انا بشكر حضرتك طبعا. هو يمكن العمل خلى الناس تفكر في الحكاية دي، انه في عدد من رموز نادي الزمالك او الناس اللي علاقة بنادي الزمالك موجودين في مستشفى الناس، فقالك بقى هو بيودوا الفلوس من هنا لهنا. طبعا يعني التفسيرات ساذجة جدا. الكلام ده كلام مرسل وخطأ تماما. احنا ماشيين بنظام، احنا بنتبع وزارة التضامن الاجتماعي، هناك نظام للحوكمة. في مجلس الأمنة لمؤسسة الجودة المشرفة على مستشفى الناس فعلا رموز ومحترمين جدا ومساهمين كبار جدا في دعم مستشفى الناس، وهذا يعني ليس المجال للتحدث الآن في الموضوع ده. بس الإدارة التنفيذية للمستشفى منفصلة تماما عن هذا بقراراتها. احنا بنطبق ما يسمى أعلى معايير الحوكمة يمكن اللي موجودة في مصر والعالم. احنا بنشتغل يمكن هقول بس مصطلح اجنبي، بما زي ايه التشاينيز وولز زي ما بيقولوا. انا عندي مدير مالي واداره ماليه في المستشفى، عندي مدير مالي واداره ماليه في مؤسسه الجود، عندي نظام مراجعه داخليه على اعلى مستوى، وبعد كده مدير تنفيذي ومجلس اداره للمستشفى، مجلس امناء، لجنه استشاريه عليا، وكل ده تحت رقابه كل حاجه. احب اضيف لحضرتك ان مستشفى الناس مثلا حصل على شهادة اعتماد الجهار، وهي أعلى شهادات الاعتماد للمؤسسات الطبية في مصر، وحصلين عليها لمدة 3 سنين. هذه المؤسسة أو هذه هيئة الاعتماد ما بتعطيش هذا الاعتماد لمستشفى غير لما تلاقي أنها بتطبق أعلى المعايير الطبية، أعلى المعايير الإدارية، في كنترولز، في بروسيجرز، في أنظمة، في مانيوال، في كل حاجة. يعني عذرا لاستخدام بعض المصطلحات بس هي كده بالظبط، في نظام محكم. يعني انت بتأكد لنا بس عشان الناس اللي ماسكة في الجملة ان ده خطأ مطبعي ولا يوجد تبرع من مستشفى الناس لنادي الزمالك، يعني عشان تبقى واضحة. طبعا
طبعا، وبدعو الناس وبشرح لهم ارجوكم بلاش تشكيك في المؤسسات اللي هي بتقوم بالدعم المجتمعي. لا، وصرح عظيم طبعا ومحترم، والجميل ان هو اتعمل بجهود اهليه وعلى طبعا مستوى عالمي عظيم. يعني احنا لم نعلن عن انفسنا غير لما اشتغلنا. بالظبط، لم نطلب يعني مليم ولا جنيه لبناء المستشفى في الاول ولا لبدايه التشغيل. انا ما اتكلمتش غير لما اشتغلت وابتديت اخرج عمليات واظهر للناس اوريهم فعلا ان انا بساعد الاف، 300,000 اجراء طبي حتى الان، حوالي 9,000 عمليه، اطباء عالميين بيزوروا المستشفى، تعليم مستمر. انا دلوقتي بيشتغل عندي الجيل الرابع من الجراحين بصدد ان احنا نعمل وحده رعايه الاطفال المبتسرين اللي عمر اقل من شهر اللي بيولدوا بعيوب خلقيه، اول وحده يمكن في الشرق الاوسط ويمكن نكون في العالم كله هنعمل هذه الوحده. فمش من مصلحه اي حد ان هو يشوشر على المستشفى او على اي مؤسسه اخرى. اللي عايز يجي يشوف يتفضل، يشوف الاطفال، يشوف قبل وبعد العلاج ويجي يساعدنا. احنا محتاجين مسانده، احنا محتاجين مسانده طبعا في طبعا الحمله، طبعا الحمله اللي هي بتاعت قلب امين دي، ان احنا الاطفال بتوعنا اللي بينزلوا يلعبوا كل يوم رياضه نكشف عليهم ونديهم توعيه. انا الاطفال الدكاتره اللي بينزلوا عندي في هذه الحملات متبرعين بوقتهم، مش بياخدوا اجر على الموضوع ده. فكل جهود الخير بتتم من اجل هذه المصلحه، من اجل مصلحه واحده ان احنا نرفع المعاناه. حضرتك ما تتصورش شكل الاب والام والاسره بيبقى عامل طبعا ازاي ومعاطف. طبعا طبعا الاكسجين بتاعه 40 و50% مش بيلاقي النفس. فيعني شكرا جدا لحضرتك لاتاحه الاستاذ حاتم لهذا الملا المدير التنفيذي مستشفى الناس. شكرا ليك، وطبعا زي ما بقول لحضراتكم هذه المؤسسات هامه جدا بالنسبه لنا وبتقوم باعمال جيده جدا. نرجو بس انه الناس يبقى عندها الثقه. الثقه دي مساله مهمه، انك تثق في مؤسسة وتثق في ناس ورا المؤسسة دي مسألة هامة جداً.